الرأي العام ساعات بيهتم بأمور شئنا أم أبينا بيهتم بيها، زي راقصة روسية اسمها جوهرة. الراقصة دي من كام يوم وهي يعني مولعة الدنيا على مواقع السوشيال ميديا. أزمتها لسه مستمرة على فكرة لغاية دلوقتي منذ إثارتها قبل أيام بعد ما ألقي القبض عليها واتهمت بالتحريض على الفسق والفجور. الراقصة نشرت على صفحتها صورتها بعد إلغاء قرار ترحيلها من مصر وإنها باقية وستعود للعمل من جديد. معايا دلوقتي على الهاتف الأستاذ محمد صالح محامي الراقصة جوهرة. أستاذ محمد شكرا للمشاركة، مساء الخير. أستاذ محمد مساء الخير. مش موجود؟ مش موجود يا فندم، انا سامعك، انا معاك. استاذ محمد شكرا للمشاركه. الناس عايزه تعرف يعني ايه كان يعني سبب ان هم يعني القي القبض على جوهره وبعد كده دلوقتي الموضوع اتحل، يعني نفهم بس ايه اللي حصل. هو الموضوع باختصار ان مباحث السياحه القت القبض عليها من المكان اللي هي بتشتغل فيها بعد ما خلصت الفقره بتاعتها. بحجة ان هي ملهاش تصريح عمل داخل مصر، وان هي مش واخدة موافقة نقابة المهن التمثيلية، وان هي لابسة بدلة رأس مخالفة للمواصفات القانونية، وان هي بتحرض على الفسق من خلال هذه البدلة. في المقام الاول هو ده كان طبعا سوء تفاهم، يعني على ما اعتقد هم فهمونا ان هو مجرد سوء تفاهم، ان هم لما كشفوا على اقامتها بتاعتها اللي موجودة في مصر طلعوا فعلا اقامة عمل. لما سالوا في نقابه المهن التمثيليه لقيت فعلا هي واخده كل تصاريحها ودافعين كل الفلوس اللي علينا ومشتركين جوه النقابه. طبعا البدله اصلا هو ما لهاش نص صريح في القانون المصري لوصف البدله، ولو احنا سيبنا وصف البدله للقانون او لوزاره السياحه او شركه السياحه على ما اعتقد الفنانات الراقصات في مصر هيرقصوا بتيشيرتات كوره وشيرتات كوره يعني. ايه معايير البدله؟ ما انا ما اعرفش والله يا فندم، هو دي متروكه لحريه الضابط اللي بيحرر محور الواقع. هو من وجهه نظره شايف ان دي غير مطابقه للمواصفات اللي هم حاطينها، فبيعمل لها المحضر. لو هو شايف ان هي لا كويسه خلاص، فدي تبقى وجهات نظر يعني. طب مش طب استاذ محمد، تمام انت راجل محامي طبعا ولازم تدافع عن موكلك، انما اللي انا فهمته ان هي كلها دافعت عن موكلتي فدي ان هي خرجت النهارده خلاص. خرجت بقى بناء على اي اساس؟ احنا يا فندم النيابه العامه عندما طرف ان الاوراق تميل الى البراءه اكثر منها الى الادانه فيخلى سبيل المتهم، والنيابه عملت كده من اول يوم ان هي اخلت سبيل جوهره ب 5000 جنيه، و5000 جنيه بالنسبه الاجنبيه هو كفاله ضعيفه بيدل ان شاء الله موقفنا كويس في القضيه. احنا لسه ما خدناش حكم بات، وحضرتك عارف طبعا حكم المحكمه هو عنوان الحقيقه، فلسه المحكمه والحقيقه ما ظهرتش عشان نفصل ونقدر بعد مبائنا عليه ان احنا نرحلها. على فكره انت مش محتاج انك انت تدافع قدامنا، احنا كبرنامج موقفنا محايد، ولا يعني انا اسف في التعبير مش فارقه معانا تستنى او تمشي، احنا بنرحب باي حد طبعا طالما بيعمل في اطار القانون. سمعت استاذ محمد؟ تم في حالات حضرتك، هو ده اللي خلينا ابقى مع حضرتك دلوقتي. طبعا سمعت استاذ محمد ان هي ان جوهره لجأت الى الزواج علشان تقنن وضعها في مصر. خالص ده كلام فارغ وده اشاعات مغردين. فجوهره اوريدي متجوزه راقص روسي وهو كان متواجد معانا هنا ولسه مسافر من اسبوع. هي ما عندهاش مشكله في الورق عشان تتحايل زي الراقصات اللي شغالين بفيزا السياحه. احنا ما عندناش دوت اصلا يا معتز بيه. احنا ورقنا هي ماليها ملف رقم 39 في وزاره القوى العامله، هي ليها تاشيره عمل مستقبلها في مطار القاهره على حسب الآلة لمطار القاهره. احنا مش محتاجين نتجوز عرفي ونعمل الكلام دوت، الكلام ده للرقصات اللي بيبقوا جايين معاهم تاشيره سياحه وعلشان يعني حفظا لماء الوجه هتتجوز عشان ما تترحلش بس. لكن شغلها كراقصه هو ممنوع قانونا ومجرد قانون اصلا ان فيزتها سياحه او فيزتها للزواج مش للعمل. وهي جوهره الفيزا بتاعتها ايه؟ عمل يا فندم، عمل اول قصه ليها. طب خليك معايا استاذ محمد، خليك معايا، حضرتك قلت بوجهه نظرك طبعا وانا احترمها. معايا الناقد الفني الاستاذ سمير الجمل والكاتب والسيناريست. استاذ سمير، الملف ده حضرتك تابعته ازاي؟ مش عارف انا بقول كلام يزعل الناس يا معتز، معلش، لانه يعني انا اولا موضوع الرقص الشرقي ده اساسا يعني انا مش شايف انه الراقصات بتوعنا اللي عملوا مجدهم عملوهم التمثيل مش عملوهم الرقص ده. وجهه نظر فنيه بحته يعني. نمره اثنين، هي الست الراقصه من دول لما بتطلع بتبقى اصلا لابسه ايه يعني؟
عشان يتخانق على شورت ولا يتخانق على بدله راس ولا على مواصفاته ولا بتاع. انا طبعا في ناس ممكن يروحوا في الكبارهات يتفرجوا على راقصه في فرح بتاع، ده موضوع استثنائي يعني. لكن انا بشوف الخلط بين الراقصه كراقصه وبين الفنانه ده موضوع لازم نفضل الاشتباك فيه على الاقل من وجهه نظر انا. طبعا كل واحد حر يعمل اللي هو عاوزه. بس استاذ سمير القصه بتاعت جوهره دي اثارت الراي العام ومواقع السوشيال ميديا على مدار الثلاث ايام اللي فاتت، يعني مش قادرين ننكر، يعني ما بقدرش انكر حاجه زي كده. ما هو يا معتز بص انت اي راقصه خليها تعمل اي حركه هتلاقي الدنيا كلها وقفت. ده دليل على ان احنا علمنا الناس الهياسه كمان. يعني هي البلد دلوقتي في سكه والناس دي واخدانا في سكه ثانيه. طبعا شوشره وبتاع، لانه انت عارف بتاع السوشيال ميديا والناس قاعده تتكلم في الكلام الفاضي ده طول الوقت. يعني ايه قيمه وزن الراقصه دي يعني، او ايه حجمها او ايه وضعها الفني؟ انا ما بتكلم، ما اعترض على رقص الشرقي، لكن ما اقدرش اعترض على تحيه كاريوكا كفنان، ولا على نجوى فؤاد، ولا على سنيا جمال، ولا على لوسي، ولا على فيفا عبده. وانا عملت لها فيلم يعني بالمناسبه سنه 94. لكن انا بتكلم على الناس دي كمان. وهل الرقص الشرقي محتاجين ان احنا نستورد من بره واحده روسيه او واحده بتاع؟ مع احترامي ممكن يجي اي حد يجي البلد زي ما هو عاوز. ما هو ممكن 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 استاذ سمير تبقى مثلا ال ال الراقصه الشرقي اللي بتبقى جايه مثلا من دول اوروبا ممكن بيبقى عندها بعض ال نقول ايه ال ال الاداء أو, 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 او الحركات اللي ممكن تبقى مثلا فيها طابع اوروبي ويبقى وتبقى مطلوبه وليها سوق في 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 البلد هنا. يعني الراقصه مثلا المستورده بتبقى بالموتزاريلا والكاتشب، الرقاصه بتاعتنا بتبقى بالشطه والكمون والتوابل. لا انا بعد البرنامج هبقى اقول لك ان شاء الله. سيف لي تليفونك. بلا كاتشب بلا موتزاريلا، انت فاهم كويس قوي، انت راجل عجوز. يا عم معتز شكرا، ربنا يكرمك والزمالك يكسب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. استاذ سمير الجمل السيناريست المعروف الف شكر، وايضا الاستاذ محمد صالح المحامي شكرا للمشاركه.